طب استاذ جمال استاذن حضرتك، خلينا نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم من مقر الخيمه التصويتيه ولقاء مع كابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اتفضل يا هاني. برحب بكم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين معاكم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ومعي في هذه اللحظات طبعا نجم النجوم كابتن سيد معوض. في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز بقى حضرتك تكلمني عن حرص تواجد حضرتك اليوم والإدلاء بصوتك في الانتخابات. طبعا برحب بك وبرحب بقناة النادي، وأكيد الواحد مبسوط، يعني يوم كويس ماشي بشكل هادي وبشكل محترم جدا، أكيد الواحد بيبقى بالنسبة له حاجة مهمة جدا إن هو يشارك في الانتخابات. أنت بتحدد مصير النادي لمدة 4 سنين جاية، فالحمد لله ربنا إن شاء الله، يعني الناس اللي تنجح تبقى على قد المسؤولية زي ما كانوا الفترة اللي فاتت يكونوا الفترة الجاية إن شاء الله. يعني طبعا حضرتك ابن من ابناء النادي الاهلي ويمكن ده بيتك يا كابتن، عايز حضرتك توصف لي الصوره والحاله داخل النادي. لا الحاله يعني الحمد لله يوم زي ما قلت لك هادي جدا، ويوم ماشي بشكل كويس جدا، يعني دليل ان النادي الاهلي حاجه كبيره، وحتى في الانتخابات مفيش مشاكل، مفيش يعني الحاجات اللي بنشوفها في حته تانية، فاعتقد ان هو يوم مميز. وزي ما قلت لك في الاول اتمنى ان شاء الله يعني ربنا يكرم الناس اللي هتنجح وتفيد النادي بشكل اكبر كمان. يعني انا عارفه ان حضرتك بالفعل انتخبت، عايزه حضرتك تكلمني عن العمليه الانتخابيه والتنظيم، يعني هل استغرق دقائق كتيره ولا الموضوع كان سهل؟ لا كان سهل، يعني انا دخلت في حوالي 3 4 دقائق وخرجت، والامور سهله جدا والامور كويسه جدا، يعني انا شايف ان زي ما قلت لك يعني يوم ماشي بشكل هادي وبشكل كويس. يمكن انا برضو النهارده الواحد عايز يشارك في الانتخابات، انما برضو في نفس الوقت يعني اكيد يعني انا بالنسبه لي حسام غالي من الناس المهمه جدا اللي لازم الواحد يكون موجود معاه في يوم زي ده، فاكيد الواحد برضو من الاسباب ان هو يتواجد ان هو يشارك في انتخابات النادي، وبرضو بالاضافه ان هو يكون موجود جنب حسام النهارده. يعني كابتن في النهايه بقى عايزين حضرتك توجه رساله، طبعا كون حضرتك رمز من رموز النادي الاهلي لكل اعضاء الجمعيه العموميه. لا يعني ما انا بوجه رساله لجماهير النادي الاهلي عامه ان النادي ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت في كل المجالات او في كل الالعاب او حتى في الانشاءات اللي جوه النادي او في جوه الفروع الجديده، فاعتقد ان شاء الله يعني يبقى ال4 سنين جايين تكمله للي فات، ويبقى النادي الاهلي في تقدم وازدهار دايما ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا كابتن، وسعداء جدا حضرتك كنت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، شكرا جدا. يعني ده كان لقائي طبعا مع نجم نجوم كابتن سيد معوض، الحقيقه ان اليوم حافل بالسعاده، يعني بنشوف طبعا نجوم النادي الاهلي وكلنا مجتمعين على حب النادي الاهلي. هنكون طبعا مستمرين معاكم ومزيد من اللقاءات، والان العوده ليكم في الاستوديو. هنا بالقاسم شكرا جزيلا. يمكن لقاء كابتن سيد معوض او اي رمز من رموز النادي الاهلي هنا لقاء مهم، ليه؟ لان هو بيدي قدوه وبيدي مثل لكل اعضاء الجمعيه العموميه ان هو ما منعوش مشاغله او منعته اي ظروف ان هو ينزل، وطبعا احنا حريصين نجيب لكم كل رموز النادي الاهلي المحبوبين لدى جماهير النادي الاهلي وايضا لدى الجمعيه العموميه عشان نضرب بهم المثل في انضباطهم وفي مشاركتهم وفي حرصهم ان يكونوا موجودين في يوم زي ده، يعني